بعد هذا الاستطلاع رأينا الشارع فعلا، وكما قرأنا حتى على يعني مواقع التواصل الاجتماعي وغيره، انه الناس راضية وسعيدة وشعرت بانه يعني صح ما اشي بيعوض زي ما حكينا عن ما حصل مع صالح، ولكن يعني هذا كان شيء مرضي لأغلبية الشعب. يعني ابو القانون في البلد عندنا الاستاذ صالح العرموطي، رئيس كتلة الإصلاح النيابية، حياك الله استاذ صالح. يا مرحبا، اهلا وسهلا. اهلا استاذ صالح، احنا استضفناك في بداية الحادثة وكنت قد ذكرت إذا ذهبت القضية لأمن الدولة فتوقعت أن يكون قرار الإعدام هو القرار، وذكرت ذلك على شاشتنا، ولو كان ذهبت إلى المحاكم المدنية لا ذهبت بالسجن ولم تصل إلى الإعدام. كيف قرأت اليوم قرار الإعدام؟ لا شك كما تعلم هذه جريمة بشعة ارتكبت، فلا بد أن يكون هناك ردع قوي. فاستعملت المحكمة صلاحية بموجب قانون منع الإرهاب، وحكمتهم على أساس جناية القيام بعمل إرهابي، نعم، يعني تعريض سلامة المجتمع وأنه الخطر وإلقاء الرعب، يعني هذا ما نصت عليه اللي بترتب تصل عقوبته للإعدام. وللعلم هم 6 اللي حكموا بالإعدام وليس كامل العدد، 7 صدرت أحكام براءتهم. نعم صحيح. تعريض سلامة المجتمع للخطر تدخل حكموه من 15 سنة. نعم. التدخل بالخطف وهتك الأرض حكموه 10 سنوات. حكموا سنة بجوز ناسيسة لديه سنة. نعم. بس بالمعلومة حكم سنة 2 بسبب التهمة كانت من سبب مقاومة رجال الأمن العام، لكن حكموا سنة. أما الآخر فهو حكم غيابي. الحكم الغيابي ليس له قيمة بسبب القانون، حكم قلق، مجرد ما يتم إلقاء القبض على هذا الشخص تعاد محاكمته من جديد. هذا اللي صدر عليه حكم غيابي حتى في أمن الدولة. حتى في أمن الدولة يا دكتور أستاذ صالح؟ نعم، حتى في محكمة أمن الدولة يعاد حكمه من جديد. نعم يعاد محاكمته من جديد، والمدعى العام يسمع أقواله ويحال للمحكمة وتم إجراءات محاكمته، والقرار بيصدر خاضع للطعن. يعني بسموه زي ما قلت لك حكم قلق، يعني حكم غيابي، حكم غيابي. فأيضا هذا الحكم للعلم هذا حكما يجب تمييزه، ما دام العقوبة تزيد عن 5 سنوات فحكما يجوز. بعدين المهم كمان أنه ليس يعني محكمة التمييز تنظر هذه القضية تدقيقا، وإنما إلها بموجب القانون أن تنظرها موضوعا، يعني مش بس قناعة محكمة أمن الدولة. يجوز محكمة التمييز أن تدخل في قناعتها وتدخل في البينة. الآن إما أن تقرر محكمة التمييز تصديق القرار، وإما أن تعدله، وإما أن تعيدها إلى محكمة أمن الدولة لاستيفاء بعض النواقص أو تغيير وصف التهمة. طيب هذه الحالات اللي بتمر عليها هذه القضية. أستاذ صالح، يعني لما قرأنا القضية في البداية أنه هناك شخص هو من يعني قام بالجرم الأسوأ، كيف يعني يتم قرار بإعدام أكثر من شخص؟ يعني ممكن أنا توقعت فرضا يكون شخص هو الأقصى والباقي أقل، كيف يعني كيف ينظر إلى ذلك؟ لا، هو اشترك، هو 6، يعني المحكمة بنت بينتها وقناعتها الكاملة ارتكاب 6 من هؤلاء الفعل، جناية القيام بعمل إرهابي والأنصاف اللي ذكرتها 6، ما في نقاش. بالعكس هم كانوا متهمين أكثر، 18 واحد المتهمين. نعم. برت سبعة يعني يعتبروا أنه هذول الستة بين القاطعة لارتاح إلى المحكمة اللي هم حكمتهم 6 أشخاص حكم بالإعدام. لكن للأسف بقولها وبصوت عالي، يعني بعد القضاء ما يأخذ قراره، وبعد ما يتصدق الحكم، وبعد ما يصير قطعي، الأحكام الإعدام بتوقف تنفيذ أحكام الإعدام عن حوالي 200 حالة قرار ومصدق بإعدام، لكن للأسف مش منفذ ولا عقوبة إلا بعض مرات حالات فردية هنا وهناك يتم تنفيذها. لكن ليش تتعطل، ليش تتغول يعني على القضاء؟ يا إما بكون عندنا أحكام بالإعدام يا إما بتغير. طيب إذا كان هناك حالات فردية في الإعدام، هل تتوقع مثل هذه الحالة وبهذه السرعة
حصل هذا يعني هذا القرار، هل تتوقع أن يتم إعدامهم بعد ما تمشي في الإجراءات القانونية التي تفضلت بها؟ أيوة، بعد المرهون بقرار محكمة التمييز إذا صدقت على القرار، وأنا بتوقع يعني ما يطول في محكمة التمييز، نعم اتخذ قرار، إذا تصدق القرار بالحكم الإعدام فهو حكم يعني بالشنق بتم. وأعتقد لهول الفاجعة وتأثر الرأي العام فيها أن يتم إراحة ضمير المجتمع المدني اتخاذ تنفيذ العقوبة. طيب. ولا أرى مبرر لتأجيل أي عقوبة صادر فيها حكم إعدام، لا أجد مبرر نهائيا، لأن القضاء قال كلمته ومحص القضية وصدر حكم درجة أولى ودرجة ثانية، درجتين التقاضي، محكمة أمن الدولة، محكمة لعلمك محكمة أمن الدولة، وبيحكوا على مجلس النواب 89 كانت الأحكام التي تصدر عن محكمة أمن الدولة يصادق عليها رئيس وزراء وقطعية. لما إجا مجلس النواب 89 وعدل قانون محكمة أمن الدولة أصبحت الأحكام التي تصدر عن محكمة التمييز يطعن فيها لدى محكمة الأحكام التي تصدر عن محكمة أمن الدولة يطعن فيها لدى محكمة التمييز، وهذا يحقق عدالة مطلقة. وإذا تتذكر أول قضية نظرت أمام محكمة التمييز بعد إلغاء الأحكام العرفية بال91 وتطبيق قانون محكمة أمن الدولة، قضية شباب مؤتة اللي كان محكوم عليهم بالإعدام 12 وتم تبرئتهم من قبل محكمة التمييز. طيب أستاذ صالح، هناك حصلت أسئلة أن هناك ما الفرق بين الشنق والشنق حتى الموت، يعني في فرق في الكلمات وفي المعاني؟ لا، هو كما تعلم قضايا الإعدام في بعض الحالات إطلاق الرصاص كما هو في حال العسكريين، نعم، أو بالغاز، نعم، أو على كرسي، أو حالات للتهذيب. فإحنا الذي شنقا حتى الموت، لأنه هذه العقوبة بالشنق بتم. طيب. فيش الإعدام لا يوجد لها بالنسبة للمدنيين غيرها. ممكن عسكري في حالة الخيانة يحكم عليه بإطلاق النار عليه بالقتل، أو بدول على الكرسي هذا، أو بعطوا شيء معين. فبتختلف طريقة تنفيذ العقوبة. إحنا تنفيذ العقوبة هي الإعدام شنقا حتى الموت. حتى الموت لازم يموت، يعني مش بس بشنقه، في ناس إذا شنقته بضل عايش. يعني. حتى نعم. نعم نعم. طيب نعم. ماذا عن الذين برئوا؟ يعني في 7 تمت براءتهم، كيف تتوقع يتم التعامل معهم في مثل هكذا قضية؟ يعني هل الحكم مش ثابت إنهم براءة؟ قد تعدل محكمة التمييز وتقوم إنه هذا القرار غلط ولا بد من تعديله ووصفته حسب البينات، يعني هذا الحكم ممكن يتغير النتيجة من براءة لعدم. بس لما تقول براءة يعني ما عاد في عليهم أي مساءلة، نعم، ولو صدر حكم عدم مسؤولية يترتب تعويض، أما هذا براءة يعني ما فيش أي شيء يلزمهم بأي تعويض على. طيب. أن لم يرتكبوا ولم يقم الدليل ولا بينا على إدانتهم. سؤالي الأخير، تفضل. التدخل بالقيام بعمل إرهابية كما تعلم، يعني حكم 1/15 وحكم الخطف الجنائي المقرون بهتك العرب 10 سنوات، هذا أنا برأيي أن هذه المدة متواضعة، يعني وطبقوا عليه في هذا النص، طبقوا عليه قانون العقوبات ولم يطبقوا قانون محكمة أمن الدولة، قانون الإرهاب. طيب أستاذ صالح، سؤالي الأخير، محكمة أمن الدولة في القضايا أحيانا السياسية أو كذا يتم ذكر أنها غير دستورية. طيب في مثل هكذا قضايا أنت يعني كقانوني وكنائب، يعني كيف تتعامل مع محكمة أمن؟ كيف تتلقى منها الأحكام؟ أول من ترافع سيدي في محكمة أمن الدولة عام 1991 بعد إلغاء الأحكام العرفية في قضية جيش محمد أنا، وترفعت في قضية شباب مؤتة بال95، وترفعت في كثير من القضايا، لكنني أرى أن هذه محاكم استثنائية لا يعترف فيها الانتربول، وأحمد زلبي لم يتم تسليمه عن طريق الانتربول لأنها محاكم جزء منها عسكرية، وبالتالي أنا من المطالبين بإلغاء محكمة أمن الدولة، ومش كان كنت حاب أربط رأيي في موضوع القضية الموجودة حتى لا يتم فهم.
وتقدمت في مشروع قانون لإلغاء محكمة أمن الدولة وأن يكون القضاء النظامي هو صاحب الولاية العامة وأن القاضي الطبيعي هو الذي ينظر في كل القضايا المدنية والجزائية سند المادة 102 من 101 من الدستور الأردني. يعني هذا الحكم الذي جرى الآن لو لم يكن هناك محكمة أمن الدولة لما شاف غليل الجميع، فقط أنا هذه النقطة كيف تعلق عليها؟ ليس بالضرورة قد تكون المحكمة الجنايات الكبرى تعطي نفس القرار وقد يكون أشد. نعم كذلك. قد يكون أشد. وبرضه محكمة الجنايات الكبرى وقرارها يميز، وأيضا محكمة أمن الدولة وقرارها يميز. نعم. كثير من الأحكام يا رجل مش معقول إنه بيطلع مسيرة واعتصام يوجه له تقويض نظام الحكومة وتغيير الدستور. نعم. يعني وحتى قانون لعلمك حتى قانون منع الإرهاب يعني في حرية الرأي والتعبير يطبقوا عليه قانون منع الإرهاب. الشيخ زكي بن الشيخ طبقوا عليه إبداع رأيه، طبقوا عليه قانون منع الإرهاب. وأيضا تقدمت بمشروع مع زملاء لتعديل قانون منع الإرهاب بحيث لا يشمل قضايا حرية الرأي والتعبير. ولعلمك أنا يعني علمت من سنوات مقاطعتي للترافع أمام محكمة أمن الدولة. أيوة نعم صحيح نعلم ذلك عنك أستاذ صالح، الله يعطيك العافية. يبدو لي كنت في جلسة المجلس. أشكرك. شكلك كنت في جلسة المجلس اليوم، دائما نبرة صوتك وحماسك في الحديث مختلف. الله يخليك. الله يعينك ويعطيك العافية. ما في ناس مجال نحكي اليوم لأني حكيت بالجلسة الماضية. ما بقول. الله يخليك. الله يعطيك العافية. شكرا أستاذ صالح العرموطي رئيس كتلة الإصلاح النيابية. شكرا جزيلا.